بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا لعبة جديدة ما أدري وش اسمها. شوفوا عندكم مكتوب بالإنجليزي انتو عاد بس ما أدري كيف الصوت واضح ولا دقيقة خلنا نقص صوت اللعبة يمكن صوتها مزعج يكون. المهم زي ما قلت لكم هذه لعبة نجربها نشوفها. شفت عليها إعلان وشفت برضو مقاطع في تيك توك يدخل أجب يعني خلها أجربها. ومن حظ إن تحمل في الأندرويد وتحمل في الآيفون يمديك تلعبها. وعشان ما أكون كذب معكم من أول لعبتها وجدا حلوة فقلت تستاهل إن أجربها معكم تشوفها. بعطركم اسمها تحت وحملوها وشوف كيف اللعب وكيف الوضع. إن شاء الله تكون كويسة. بس يعني أنا جربتها على السريع. هذا باب فين مدينة. طيب هذه المهام هنا عندك اللي فوق حرب المستودع. هنا عندك جرار مفتوح. في عندك هنا فوضى في البار. في عندك هنا ايش الفيال المظلم. المهم ترى اعرف اقرا بس عشان كلماته مقطعة ما هي. طيب نختار اي واحد نختار هذا حق ابوه. هذه نختار هذا اول شيء. طيب نبدا المهمه. حلوين العب. طيب هذه سيارتي. اوكي من فين نخش؟ على طول كذا. طيب اول شيء نسوي نجيب الزباله انتو بكرامه ننظف شيل يا وحش. روح قدام نشوف في شيء ولا ما في شيء. في هنا قدام تعال. حلوين في شيء هنا ما في. نخش جوا نشوف ايش في هنا. ايوه الله ذا اللاجئ شو يقتل امور طيبه. شيل هذا. شيل برضو هذا. اوه والله هذا مجرم صدق لاعب لعبه اجو ما قصر. طيب دقيقة اعوذ بالله من ايش. اعوذ بالله من خبث. ها والله سد عاد دخول الخلاء. قل اعوذ برب ايش اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قل اعوذ بالخبث والخبائث ورب نسيت. اعوذ بالله من الخبث والخبائث ورب العظيم ما ادري. ذكروني لا يكون احد برضه نفس زيي. اعوذ بالله من الشيطان. طيب الله هذا شغال صح. في شيء هنا في كيس زبالة هنا ولا هنا ولا اعتقد الزبالة خلاص امتلت صح اعتقد. يعني ذحين لو شفت كيس ثاني ما راح اقدر احمل الزبالة جبل الكرامة. هذا غرفة جيناها ولا ايه جيناها. كذا خلاص جمعنا كل الزبائن صح. هنا جينا احنا ما يفتح الباب نرجع. وين الباب حقنا هذا يا عمي؟ ذا احنا جينا من هنا مالك ضيع اللعبة اصلا. شو اسمه ذا تحكم والله صعب في الجوال. ما ادري كيف اذا كانت تحمل في البلايستيشن ما ادري كيف تحكمه كويس ولا لا. طيب نروح السيارة حقتنا نحط الزبالة وانتو بالكرامة السامعين. حلوين. طيب نجيب الحين سطح الموية. ابعد يا خلاص روح سطح الموية. نحط هنا شوي قدام هنا. طيب نعبيه موية. ابعد
اعبيه مويه. وانا شفت اصلا المقطع اللي خلاني احملها، لان شفت واحد وصل مرحله انه بنفس المويه هذا وسط حق المويه يمديه يشتري منظفات وكذا. الحين انا باقي ما عندي. طيب نجيب المساحه نعمل له شطفه شويه. طيب نروح دحين نمسح الدم. لحد الان شغل نظيف مية مية، بس اعتقد في وقت صح؟ ايوه شوفوا هنا في اليسار فوق. غسل هذي، خش جوا. نروح عند هذا مسح برضو. ممتاز ممتاز. طيب نروح نغسل المساحة ونرجع. ونشيل هذا معانا شماني كل شوية رايح جاي. نحطه هنا. أيوة ترك. وين مساحتنا؟ عطلي شوية. روح قدام ومسح يا مدير. هي اللي بعده أنا هساعده. طيب الله يا علي شغلك هذا فني، انا هلا ادري ما هو تسوي وانا اغني. انا وانا وكبيت ما قطع قاعد تلعب. قل لي ما هو ذا الشغل، قل لي ما هو ذا الشغل. الله يا ابوي ناني ناني ناني. حتى انا اول ربع ما قد ذكرت ما هو دعاء دخول الخلاء، نسيت وراح عن بالي صدق. هي لا تجي تقول والله انت ما تقوله، توكل عني. سرع مدري انشر مدري بري مدري. حلوين حلوين والله اللعبة جيدة لحد الان، كويسة ما هي صعبة سهلة، بس مشكلتها في التحكم بس، او يمكن انا ما اعرف اتحكم او يعني. حلوين حلوين. انا ذا حكم معي 1025. طيب يمدينا اعتقد انه اشتري منظفات صح؟ طيب وين باب؟ ام باب ام باب. السطر اللي يبغاله تغيير. طيب يقول غير المويه، غير المويه هذا يغير ولا انتوا فاهمين ما يحتاج. حلوين يا المساحة، غسل المساحة. طيب الآن نرجع. ناني 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 ناني. هي مساحة فرش اللي هنا ليه؟ ما له مي. أوه بس 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 عرفت، اللي في الأرض يمسحه بالمساحة، واللي في الجدران وفي الكنب أو في الفرشات يتمسح بهذا الاسفنجة هذي. طيب مسحها. ممتاز شغلك مزين.
أنا ذحين ليش ما أجيب مسطل هنا وأنا كل شوية رايح ماجي؟ أنا فين حاطه؟ لحظة بتأكد من شغلة، هذا ما يحتاج له تمسيح ولا كله نظيفة ولا وش الوضع؟ حلو. بعد ابني هنا الكنب نظيف كل شيء تمام. صح عشوة، على بال ان الشبك فيها دم. ها؟ سمعت ميت ما يقول لك هبول على اشتراك. هبول اشتراك، لا ابو جبران هبول يستاهل اشتراك. طيب هو تقدر خلاص صح؟ كم الساعة؟ خلنا عين كم الوقت متأخر ولا بعد هنا كذي وكذي تقرب يا ابني. الساعة 9:59 يعني 10. لا باقي في وقت. طيب خلنا نشيل المجثة هذه اللي نجنضح بها هنا بعد ما نحطها هنا. تعال خلنا نكفته او على قولهم نكيسه. ايوه شيل بعدين امشى ذي كلها يسار. نجي هنا تذكرون محل الزبالة وانتم بالكرام نحط برضو هنا جثة. يلا بس خلاص نتأكد انه عشوة. والله على بالي رجل متبه هناك ورا بعيد عن ال... طيب ما هذا المشي؟ يا رب اني ضيعت. انت خلاص تعال. هي كم جثة؟ هذا شلينا اللي في الغرفة اخذنا هذا الحين اخذنا. طيب في الصالة في شيء هنا جثة اعتقد فيه صح؟ إذا ما خاب ظني هنا. أيوه هنا. طيب أضع الجثة في الحقيبة. نرجع نشيلها مرة ثانية. يا سلام هذا التحكم اللي شيء يجرطني. اعتقد اذا خلص المهمه يقول لي خلصت المهمه. يا سلام يقول لك ايش المهمه مكتمله. حلوين. طيب بونص لازم اشوف فيديو بونص صح. لا انا بغط انا مقفل الواي فاي لانه لو شغلت الواي فاي بيمتحون اعلانات وذا فمقفل الواي فاي. فكويس انه يمديك تلعبها بدون واي فاي. طيب موافق. يقول لك ادوات متسخه يمكنك تنظيف ايش يمكنك تنظيف كل ادوات في الحوض. والله ما ادري وش يقول بس خلي كلمة على الحين. 1500. طيب نجي هنا
نبغى نشتري أدوات والتنظيف، أدوات التنظيف. أبعد أبعد أبعد. طيب أيوة، يجي هنا يقول لك 1500 مساحة. لا أنا أبغى الثانية، الأدوات ما أبغاها، أنا أبغى شنو معايا؟ إيش هذه؟ لا سيارات، لا في أدوات اللي بخاخات وذا، وينها؟ ما أدري فينها. أنا كم معايا؟ 1550. ما نشتري يا رجل، نشتري ذي. الله تمام، كم معانا؟ 50 ريال، سدنا. طيب وإيش النظام الحين؟ مهمة ثانية ولا كيف؟ مخبر ولا ما هو؟ نشوف ايش ايش ايش، نشوف هذه كيف وضعها. والله 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 يعين. يلا ها الموين، صح غير الموين، احنا ما غيرنا من الاول، من القضية اللي راحت أو من الجريمة اللي راحت. ممتاز ممتاز. طيب نجيب أول شيء مساحة، هذا الجديد صح؟ بس ما أدري كيف وضعه، نشوف كيف. أحس إنها زي الأولى، الأولى كان تمسح 3 مرات وخلاص. هذه كيف؟ نشوف كم مرة. لا هذه أفضل، هذا أفضل. أيوة أفضل أفضل من هذيك بكثير. طيب وش عندنا هنا؟ بعده حس اني طولت المقطع والله، وما ادري في احد يتابعه ولا جاكم ضيقة. يا رجل لا والله العظيم المساحة هذه أفضل بكثير والله من هذيك. أيوة كذا كويس، باقي هنا صح؟ طيب نرجع لها بعدين أو لا. وأنا هنا شو نسوي؟ نجيب هذه ونقول للزبالة تعالي. وين نشوف هنا في زبالة؟ ما في زبالة هنا، عشان مرة واحدة. هذه إصابة عمل ولا إيش؟ يا جماعة أنا ضيعتهم طريق. إيه هذا جا قتل العمال على مدير على أي واحد موجود في المحل. He's dead. ايوه
لا يكون انا ادعس على ام دم وابصخ الدنيا، لان هذا طابع جديده. ولا والله ما ادري. جماعة الخير، انا طفشت غرب من ذي اللعبة. المهم اللي يبغى يحملها زي ما قلت لكم بحط لكم اسمها تحت، حملوها وجربوها وشوفوا كيف وضعها. وانا والله ما ادري عاد اكملها ولا لا، على حسب كيف لايكاتكم، كيف تعليقاتكم، كيف دعمكم. اذا صدق شفت والله العظيم انكم عجبتكم السلسلة هذه في الالعاب، والله العظيم اكملها ما عندي مشكلة عادي، لان اساسا ما تعب زي الرسم، ترى الرسم تعب مرة. طيب كذي تعال، الزبدة خلاص والله وصلت مرحلة خلاص عجزت والله. المهم نشوفكم في مقاطع ثانية، وزي ما قلت لكم إذا كنتم تبغون نستمر على هذا الألعاب دعمكم هو اللي يحدد نستمر ولا نرجع على مقاطع الوشوعية. نشوفكم على خير، لا تنسون تصلون على النبي، السلام عليكم.